بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا حضورنا الكريم، لازلنا نتواصل معاكم ونحن دائما نتواصل مع القمم، نتواصل مع الأصالة وتواصل هنا مع انطلاقات هذا الميدان. نحييكم ونجدد لكم هذه التحية هنا من أرضية هذا الميدان، حيث ننقل على حضراتكم انطلاقة شوطنا 17 الذي خصص للإبكار المحليات الأصايل. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق. الله، الشعار الهلالي، شعار منذر، الشعارات الجميلة التي تتواجد مع هذا الاسم، مودة وعدي بن علي بن خليفة بن هلال الأغفلي. النقل على المركز الثاني، هناك منوة وحميد بن أحمد بن حارب المهيري ثالث. المراكز من الجانب الآخر، هناك مغذة سالم بن حمد بن سعيد ملهوف العشبي. وفي المركز الرابع هناك شعار عبيد بن سلطان بن عبيد بن رشيد العشبي أيضا حاضر هنا مع هذه الانطلاقات. النقل على المركز الخامس، مخايل في خامس المراكز أيها الإخوة، ومحمد بن راشد بن محمد بن راشد النعيمي. انتقل وياكم إلى سدس المراكز، شواهين سيف بن علي بن مران الظاهري ما شاء الله، شعار الصيرمي أيضا حاضر لكي يقتنص نقطة ثانية. النقل على المركز السادس، اللي في المركز السادس هناك مغثة ولا نعم ذعار بن ملهوف، بينما اللي في المركز السابع أيها الإخوة أيضا الشامقة حميس بن حليس بن سالم الهاشمي. وفي المركز الثامن الهايلة ومهير بن سيب بن نايع بن واصل اشتمي. وفي المركز التاسع، اللي في المركز التاسع هناك اللي هي بدايع ومحمد بن حمد بن ضبيب بن سليمان الشامسي. وعاشرا اتت في هذه اللحظات الضبي سيف بن زايد بن سعيد الدرعي. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة، هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة. يا مودة، يا مودة، يا هالي مودة وجمهورها المميز، جمهورها الجميل. هناك مع مودة على المركز الأول وعدي بن علي بن خليفة بن هلال الأقفلي، ولكن بن رشيد أيها الإخوة مع مشكورة عبيد بن سلطان بن عبيد بن رشيد الاشتبي شواهين أتت وحلت بثالث المراكز. وسيف بن علي بن مران الظاهري وصلكم المهيري، أيضا أحمد بن أحمد المهيري حاضر ومتابع انطلاقات منوة. النقل على المركز الخامس، من الجانب الآخر مخايل ومحمد بن راشد النعيمي. انتقل وياكم إلى المركز السادس، مغثة أيضا حاضر ومتابع مغثة سالم بن حمد بن سعيد بن ملهوف الاجسبي. 2 كيلومترات، 2 كيلومترات انقضن أيها الإخوة، 2 كيلومترات. الباقي من عمر هذا الشوط، الأماني وين والناموس وين؟ يتجول ما بين هذه الأسامي الكبيرة والحاضرة. مشكورة غيرت على الصدارة، مشكورة سيطرت على المركز الأول، وعبيد بن سلطان بن رشيد الاجسبي. نقلتنا على مودة في المركز الثاني، وعدي أيها الإخوة من يقدمها؟ بن علي بن خليفة بن هلال الأقفلي. هناك المركز الثالث أيضا وصلت منوة وحميد بن أحمد بن حارب المهيري الصيرمي، وشعار الصيرمي أيضا هناك على ظهر شواهين لسيف بن علي بن مران الظهري. الله، شوف اللي وصلن، شوف اللي وصلن، شوف اللي ما يبنان هطارن. حسن بالخطورة، حسن بالخطورة، حسن بأن مسافة هذا الشوط بدأت أيها الإخوة تتقلص على المسافة الـ1200 متر، 1200 متر. أيها الجمهور، أيها الجمهور، 1200 متر المتبقي من عمر هذا الشوط. ولكن بالرشيد يا بالرشيد، عبيد بن سلطان بن عبيد بن رشيد الاجتبي من يقدم مشكورة. النقل على هناك مغثة أيها الإخوة ولا منوة وحميد بن أحمد بن حارب المهيري بن ملهوف بن مرهان بن عدي الكل أيها الإخوة هنا في هذه المجموعة. أيضا بنواس حاضر، بنواس حاضر الأقصيل، ما يبنى الهطارية العويسي، ما يبنى الهطارية العويسي. اللحظات الأخيرة، اللحظات
الخطوات التي تفصلنا عن خط النهاية. ولكن الشعار المنذري، الشعار الإهلالي أيضا بدأ هناك يسترد الحقوق، بدأ يعود إلى مقره الرئيسي، بدأ يعود إلى عنوانه. ما شاء الله يا مودة وعدي بن علي بن خليفة بن هلال الأغفري، وصلكم بن ضبيب، وصلكم بن ضبيب، وصلكم بن ضبيب محمد بن حمد بن ضبيب بن سليمان الشامسي. اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة لمن الشاطئ بن حليس، خميس بن حليس بن سالم الهاشمي. اللحظات التي تفصلنا عن خط النهاية، ولكنه بالأغفري بن هلال، بن هلال أيضا متعود على اليمايل، متعود على اليمايل، متعود على الإنجازات. بسم الله ما شاء الله يا مودة، مودة على المركز الأول. عدي بن علي بن خليفة بن هلال الأغفري، الأغفري بن ملهوف، بن ملهوف مع اللحظات الأخيرة. ولكن سلام وتحية لشعار منذر، هذه الإنجازات التي تتواصل عام تلو عام. يعدي يا بن علي، يا بن خليفة، يا بن هلال، يا الأغفري المركز الثاني. شعار ملهوف أيها الإخوة، هناك للسيد ثاني المراكز السبعين العزيز سالم محمد بن سعيد الملهوف، وفي المركز الثالث اللي في المركز الثالث علي بن سعيد بن سالم العويسي. المركز الرابع أيها الإخوة، هناك عند اللجنة هكذا كانت النتيجة للمراكز، دعناها عليكم بالاهتمام. ست دقائق ثم دواري 96 جزء من الثانية. تهانينا والناموس هناك لهذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة. تهانينا والناموس.